في الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. مفوضية الانتخابات بإقليم كردستان أعلنت عن تسجيل 29 كيان سياسي للمنافسة بانتخابات برلمان الإقليم، وأشارت لعدم تلقيها أي طلب بشأن تأجيل الانتخابات. المتحدث باسم المفوضية بالإقليم شيروان زراري أكد أن المفوضية مستمرة بمهامها لإجراء عملية الانتخابات بالموعد المقرر بالأول من تشرين الثاني بهذا العام، يعني 11، وأضاف أنه تسجيل المرشحين لعضوية البرلمان راح تبدي من اليوم وتستمر لغاية 13 من الشهر الجاري. شيروان زراري أوضح أن المفوضية تقدر تسوي الانتخابات بدون قانون بالمحافظات الأربعة بكردستان، وفي حال عدم تشريع قانون جديد للانتخابات فإنه لا يمكن إجراء العملية بكركوك والمناطق المستقطعة من كردستان حسب وصفه. بنفس السياق، القيادي بالجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر استبعد إجراء الانتخابات بكردستان بموعدها المقرر، ولفت أنه أكو فتور واضح من قبل الحزبين الرئيسيين بشأن إجراءها بنفس الموعد المحدد. كردستان مسيطرة على الأخبار بسبب الاستفتاء وقرب موعد انتخابات برلمانها. أما ملفنا لهذه الليلة فهو: فإذا محصوا بالاستفتاء كثر المبادرون. قبل يقولون من كثرة خطابتها بارت، وهسه يقولون من كثرة مبادراتها استعصت. وبيننا وبينكم، حتى لو بارت واستعصت تبقى عروستنا حلوة وشالشة الدنيا، خصوصا من تغني لها أمها وهي تمشطلها: خلي طول خلي طول من أربين الباب اسطنبول. اي نعم، هي اللي ببالكم، اللي واقفة المبادرات ببابها صار مدة. مبادرات ومبادرات مضادة، مبادرات حبايب ومبادرات عواذل. مثلا علاوي والنجيفي وسليم الجبوري راحوا الأربيل وبجيوب سترهم مقترحات لتفكيك الأزمة على مراحل. بالمقابل حكومة العبادي بنفس اللحظة وجهت دعوة للعذال الكبار أردوغان وروحاني أن يجون البغداد ويخلون استراتيجية ثلاثية لمجابهة الانفصال. وقبل هذا الإعلان، الحكومة باجتماعها اليوم جددت إجراءاتها العقابية ضد الإقليم وتوعدت بغيرها. بعدين بادرت من جهتها بالطلب من طهران وأنقرة أن يغلقن أجواءهن ومعابرهن البرية بوجه كردستان. شيء ما يشبه شيء. برلمان وحكومة يضغطون ويوجعون، ونواب رئيس ورئيس برلمان يفرشون عبيهم ويتفاوضون. ما ندري شو نفسرها، سياسة العصا والجزرة لو سياسة تروح الأربيل وطعن البرلمان بظهره. بس السؤال هو شنو قصة المبادرات هاي؟ ليش كثرن بهاليومين؟ لإنقاذ أي طرف أو لاختراق أي جبهة؟ بغداد اللي داق رجل على إلغاء نتائج الاستفتاء، لو أربيل اللي تعتبر الموضوع طلع من إيدها وصار بإيد الشعاب؟ هن ذن الأسئلة اللي المفروض ينطرحن، لأنه ريحة السياسة تعط منهن. واللي سووا مبادرات الوصال اثنين منهم دائما كانوا محور سياسي متقارب ويا أربيل، ونقصد علاوي والنجيفي. بنظر جزء كبير من التحالف الوطني، تاريخهم السياسي المعارض لحكومات بغداد من أيام نور المالكي غالب عليهم، لهذا انفهمت مبادراتهم فورا وكأنه بيها ريحة طعنة بالظهر لموقف البرلمان والحكومة المتوحد ضد أربيل، واللي تترجم بإجراءات كل المعطيات تأكد أنه جاي تأذي كردستان وتضعف موقفها. لهذا الحكومة وبعض النواب صرحوا على الفور أنهم ما ملزمين بأي تصريحات وبيانات تطلع، والحكي يخص خط علاوي النجيفي حصرا. أما سليم الجبوري فأبرز انتقاد توجه له: شلون وانت لعفت فاتحة أبوك وجيت ترأس الجلسة أقرت العقوبات على كردستان، تاليها تروح تلتقي برئيس الأزمة المطعون بشرعيته وتفرش لعباتك؟ بس بغض النظر عن هاي التشكيكات، واضح جدا أن التحرك يحاول كسر جمود الوضع. لهذا ما كانت غريبة التسريبات اللي سمعناها من أنه أكو مقترح لبدء حوار مع بغداد بعد نسيان الاستفتاء. أي نعم، نسيان الاستفتاء،
يعني التعامل معاه بوصفه لا هو ملغي ولا هو قائم. تخريجه من ذكر عنها شيء بيان هيمن هورامي اللي طلع بعد زيارة الجبولي وقال انه مسعود برزاني مستعد للحوار مع بغداد على جدول اعمال مفتوح ودون شروط مسبقة وبغضون فترة زمنية محددة. طبعا الاشارة واضحة هنا لشرط بغداد بإلغاء نتائج الاستفتاء من جهة ولفترة السنتين اللي نحكي عنها بالمبادرات السابقة من جهة ثانية، بمعنى تعالوا نسوي خارطة الطريق ونحدد لها مدة ونطلع باتفاق، أما استقلال أو كونفدرالية، وإلا نبقى هالشكل معلقين بين جبل العواذل وجبل الحبايب. العواذل داقين رجل ماكو زفة والحبايب يحاولون يرجعون حبل الوصال. هو هذا الوضع حاليا مع الأخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر خبيثة جدا. تشوف انه حبايب أربيل هم خصوم ذاك الرجال اللي كل يوم يهدد ويتوعد. صدفة غريبة، والأغرب منها انه الثلاثة نواف فؤاد معصوم رئيسنا اللي كانت عنده مبادرة بس مدري بيا وادي وقعت منه وراحت فطيس. والخلاصة هي الخلاصة، ماكو أحلى من الأمثال. من كثرة خطابتها بارت، ومن كثرة مبادراتها استعصت. خطية كردستان يمكن راح تعنس وما تشوف الاستقلال. رحب بكم مناقش هذا الملف مع السيد علي العلاق النائب في عن ائتلاف دولة القانون القيادي في حزب الدعوة، ومن أربيل مع السيد هوشار زيباري القيادي في الديمقراطي الكردستاني، وبعد قليل انضمنا الدكتور علي الدباغ من دبي السياسي العراقي المستقل. رحب بكم ضيوفي الكرام، وأبدي وياك كاك هوشار. رحب بك وأتساءل ما الذي جاء به كل من السيد النجيفي الجبوري علاوي إلى أربيل؟ نعم، أولاً ما شاء الله عليك أحمد، يعني محبتك الكردستان طاغية في تقريرك الأولي وهالتعليقات، لكن أتمنى تقولها هي رسالة سلام ومحبة. أتمنى تقولها كقيادي بالبارتي مو كوزير خارجية سابق. رسالة سلام ومحبة ودعوة دعوة إلى الاعتدال. طيب. وإلى العقلانية والمنطق في علاج مشاكل البلد. هذا البلد لديه ما يكفيه من المشاكل، ولا تعالج لا بالإثارات ولا بالتصجيم، ها، ولكن برأس بارد والتعامل مع المعطيات كما هي، لأن الكل في خطر. لا أحد يتصور أنه كردستان صارت معزولة وبهالقرارات والعقوبات ما عندهم بدائل وراح نخنقهم وراح نجوعهم، ها؟ هذا غير صحيح حقيقة. قرار الاستفتاء أخذه شعب إقليم كردستان وبإرادته وبقراره، وطلبات الإلغاء لمسألة الاستفتاء غير واقعية وغير منطقية. يعني حوالي 92% أكثر من 1.5 مليون مواطن من الإقليم صوتوا إنه هذا المستقبل اللي طيب نريده. كاك هوشار، أسبوعين كاك هوشار إذا تسمح لي، أسبوعين صار أسبوعين مرن على إجراء الاستفتاء يطلبون إنه لا ألغوه. اسمح لي، أسبوعين مرن على إجراء الاستفتاء. واضح جداً جميعاً. واضح جداً إنه جبهة رفض الاستفتاء متراصة شعبياً، برلمانياً، حكومياً، مرجعياً، إقليمياً، دولياً، لا تراجع في هذه الجبهة المتراصة الرافضة للاستفتاء، وتنتظر خطوة إلى الخلف من أربيل. هل بإمكانكم العودة خطوة إلى الوراء؟ أخ أحمد، الجبهة الكردستانية الداخلية قوية ومتراصة وموحدة، سواء في يوم الاستفتاء اللي راهن عليه الكثير من المشككين بتأجيله أو بخلافات كردية أو بمراسم تعزية المرحوم الرئيس الراحل مام جلال. هذه الوحدة من زاخو إلى خانقين اللي شفتوها، هاي ضمانة إقليم كردستان في تجاوز هذه الأزمة. والمطروح حاليا حقيقة رفعنا الراية على هذا التمدد والتغول الطائفي الموجود في العراق. طيب. وراح تشوفون تطورات أخرى جاية
بسبب هذا القرار، لأن وصلنا إلى 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 حالة من اليأس. من طبعا ما جاوبتني رشيدة، ما جاوبتني على سؤالي تطبيق الدستور والشراكة، ما جاوبتني على سؤالي عن ماذا كان في جعبة كل من السيد نجيفي جبوري علاوي في زيارتهم الكردستان ولقائهم. أنا قلت مصر. لك بس أنت قفزت إلى أسئلة أخرى أخ أحمد. قلت له هم جوي برسالة سلام ورسالة اعتدال ورسالة لمعالجة الأمور. الاستفتاء حصل، ورغم كل الضغوط الداخلية والإقليمية والخارجية، الشعب إقليم كردستان قال رأيه. هذا هو رأيه، وهذا الذي يريده. واضح. تعالوا خلينا نعالج تداعيات هذا الموضوع، تعالوا خلينا نقعد نتحاور نتناقش نحدد شكل العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل. الصيغة الحالية اللي مشينا عليها خلال 14 سنة فشلت. هذا كلام واضح سيد هوشار، خليك وياي، كلام واضح. هذا موقف لطالما كررته سيد هوشار زواري. خليك وياي، خليني انتقل للاستوديو سيد علي العلاق. المبادرات اللي الآن قام بها كل من نائبي رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس النواب، هل كانت في التنسيق مع الحكومة العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ أحمد، أحيي الأخ العزيز أستاذ هوشار، وأيضا أحيي المشاهدين الكرام والأخ علي الدباغ أيضا إذا انضم معنا. بلا شك طرح هذا الموضوع كتساؤل في الإعلام، وورد على لسان بعض القيادات، يعني الدكتور سليم الجبوري ظاهر ذكره في مجلس النواب أنه كان بالتنسيق في اتصال هاتفي مع السيد رئيس الوزراء، نفى أن يكون هناك أي ضوء أخضر في أن يتحرك السيد سليم الجبوري بتكليف أو تنسيق مع الحكومة العراقية في سفرته إلى أربيل. هي سفرة سياسية لشخص سياسي، يعني يمثل برلمان، يمثل واجهة سياسية لاتحاد القوى أو لربما الكتلة السياسية التي يمثلها، لا أعلم هل لكل كتلة اتحاد القوى. وثانيا اتصاله مع السيد رئيس الوزراء كان وهو في أربيل، ويحاول أن يسأل عن ماذا يعني يتوقع أن يطرح في اللقاء، ما هو الأفضل. فالسيد رئيس الوزراء أعطاه رأيه في الاستفتاء كما هو المعروف الموقف الرسمي، وأن الحل الوحيد هو أن إخواننا في كردستان يلغون الاستفتاء وتبدأ عملية حوار داخلي ضمن إطار الدولة الواحدة وضمن إطار الدستور. هذا هو الموقف المعلن ورس حقيقي، واللي هو تحت الطاولة أيضا للحكومة العراقية. هذا باختصار. حتى بالاتصالات المسائية بين السيد العبادي وكاك مسعود بالتليفون، أنا هو تدري يعني علاقة طيبة بين الأستاذ أو كاك مسعود والأخ العبادي مستمرة، يعني أنا ما أدري يعني، لكن أتحدث عن علاقات شخصية، ما تختل علاقات الشخصية، أما العلاقات باتجاه يعني الموقف السياسي الرسمي في قضية خطيرة تمس وحدة البلد، لا، موقف الأخ العبادي يختلف تماما عن موقف الأخ مسعود. سمعت الآن موقف الكرد ممثلا بموقف البارتي اللي عبر عنه السيد هوشار سيبار، لا إلغاء لرئيس الشعب الكردي. لو تدري الشعب الكردي، يعني مع احترامي للأستاذ هوشار، قادة السياسيين يعطوه البوصلة كيف يتحرك. يعني لو أن القادة السياسيين ومنهم السيد مسعود بارزاني وبقية القادة البوصلة يوجهوها باتجاه حوار مستمر مع الحكومة العراقية ومن ضمن إطار الدولة الواحدة، هاي قبل الاستفتاء أتكلم. أنا متيقن الشعب الكردي لن يتحرك ولن يقول نريد استفتاء، إلغوا هذه المواقف. صحيح أكو شعور قومي داخلي، رغبة عميقة تاريخية للشعب الكردي في ذلك، ولكن تبقى القيادات السياسية توجه بوصلة الحوار أو الموقف السياسي أو التكليف، ما خلينا نعبر عنه ما إلى ذلك. في بغداد أنتم راهنين على كسر إرادة كاك مسعود، كسر إرادة البارتي، وهذا في ظل نتائج الاستفتاء، مثل ما أنتم يعني تعتبروه يعني جازف بتاريخه اللي وافق الجلوس مع كاك مسعود بنتائج الاستفتاء، أيضا الرجل راح يجازف بتاريخه وتاريخ عائلته إذا أعلن إلغاء الاستفتاء. وأولا مسألة كسر إرادات صارت. لا، وإحنا طبعا أختلف مع فكرة من يطرح فكرة كسر الإرادات، لأن لا صراع شخصي في القضية على الإطلاق. قبل قليل تحدثنا عن علاقة السيد البرزاني والسيد العبادي طيبة كعلاقة شخصية، بل علاقة السيد مسعود مع كثير من القادة السياسيين طيبة جدا ربما. لا نتحدث عن موضوع كسر إرادة، إنما الموضوع هو أكبر من ذلك بكثير، هو قضية بلد وتجزئة بلد وتقسيم البلد
وتغيير كل المعالم السياسية والأمنية والاقتصادية لهذا البلد، وتأثير جيد. ذلك على العراق وعلى المنطقة وعلى العالم وما إلى ذلك. وشفتوا تفضلتوا واضح. أن العالم كله أجمع بخطورة هذه الخطوة الكلام هنا وليس كسر إرادات. واضح. سيد علي الدباغ رحب بك، انضميتنا من دبي، وأتساءل ما زال طرفي الأزمة بغداد وأربيل كل منهم متمسك بموقفه، وهناك جمود واضح في الأزمة، من الآن يتحمل مسؤولية على الأقل تنفيذ أو إيجاد منفذ مخرج كي لا يصل الأمر إلى الصدام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للمشاهدين ولك أخ أحمد ولصديقنا الأخ بوشيار والسيد علي العلاق. الحوار طبعا ضرورة أن يبدأ، وما أعلنه التحالف الوطني بوقف الحوار ما بعد الاستفتاء هذا كان خطأ. الحوار الآن ضروري أكثر من ما قبل الاستفتاء. أنا أتصور أن موضوع الاستفتاء هو يعني أمر ليس مهما التركيز عليه، يعني هو مثل ما أعلنت بغداد مثل ما أعلن الآخرين بأنه لا يرتب أثرا، وبالتالي أنا أعتقد حتى الإقليم لا يحتاج لاستفتاء، لأن الأكراد من الطبيعي جدا كل الأكراد، أنا استغرب 92% يعني في استفتاء 2005 كان 98% أو 96%، المفروض يكون أكثر، لأنه هو هذا حلم قومي كردي مشروع لا أحد ينكره، وحرم منه الأكراد ما بعد الحرب العالمية الأولى، والعراق ليس هو المتسبب به، الأكراد متواجدين في تركيا بأضعاف ما موجود بالعراق وفي إيران وفي دول أخرى، والعراق أعطى حقوقاً للأكراد أكثر من هذه الدول، هذه حقيقة. الاستفتاء مو هو الأساس، الأساس أنه هو تخطيط الانفصال، هذا الأمر الأساسي الذي يفكر به، وهذا الأمر ليس جديداً، يعني الاستفتاء ما يجي كشف حالة غامضة على سياسي بغداد، وإنما الأمر يمضي، سكتت عنه بغداد لمصالح معينة، مصالح أفراد أو مصالح أحزاب كانت لها مصلحة مع الكرد، وسكتوا الكثير عنه، سكتوا الأكراد والإقليم، شارك بغداد في السلطة، ولم بغداد لن تستطع أن حتى مثلا تعين شرطي واحد في الإقليم، ليس لها أي سلطة بالإقليم، فالإقليم بالأساس هو منفصل. اللي أريد أقول أنا الآن يجب، أنا أتفق مع الأخ هشيار يقول معادلة جديدة، نعم معادلة جديدة، لأن هذه المعادلة الحالية ليست فيها مصلحة للعراق، ليست فيها مصلحة للعرب، لأن الأكراد أخذوا كل شيء من بغداد ولم يعطوا أي شيء، وبالتالي عندما يتحدث مثل موضوع أنه مثل ما تحدث الأخ بشار والسيد مسعود يقول أنه هناك انتهاكات وهناك دولة طائفية كذا، كل هذا الكلام هذا تبرير لفكرة أساسية هو الانفصال. طبعا أكو الكثير من الكلام أن يمكن أن يقال عن الإقليم وعن الانتهاكات وعن الكثير الكثير، لكن هذا الكلام لا يجدي نفعا الآن، يجب على العقلاء أن يفكروا بآلية وبمعادلة جديدة للتعامل مع أنا تصوري كالتالي، الأكراد منفصلون منذ 2003 وما قبل 2003، هذا الأمر الواقع يجب أن نجد له معادلة، معادلة سميها فيدرالية سميها كونفدرالية، صمم فد نظام جديد أنت. الأكراد مثل ما هم بغداد مستعدة للحوار سيد علي، بغداد مستعدة لمناقشة كل شيء، لأن الأكراد بشرط عدم فرض الأمر الواقع، كل إمكانات الدولة بشرط عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء والعلاقات كلها استفادت من أجل الفكرة الأساسية وهي فكرة الانفصال، وبالتالي الآن أستاذ أحمد عزيزي بس أكمل الفكرة، بس انطيني دقيقة بس، الفكرة الأساسية يجب أن تنطلق من أن الأكراد هذه ها طبعا هذا ينطبق على المحافظات الثلاثة، قضية المناطق المتنازع عليها هذا حديث آخر، يعني ممكن أن نتحدث عن كركوك، أما أنت تقرر في كردستان تقرر أمرا وتريد تفرضه على الآخر هذا ما موجود، بغداد ممكن هم تقرر أمر تريد تفرضه عليه، هذا الأمر ما غير مقبول، لا أحد يقبله، لا أنت تقبله ولا أنا أقبله، وهذا مثل المثل للنكتة أقولها، مثل واحد الذي قرر يزوج بنت الملك هو وأبوه وأمه موافقين فقال خلص الموضوع إحنا موافقين فالمفروض انتهى، ما في هيك شيء. أنا أتذكر القضية مو جديدة أستاذ أحمد عزيزي، القضية منذ كتابة الدستور، أنا في لجنة صلاحيات الأقاليم والمحافظات جاءتنا رسالة من السيد مسعود من كاك مسعود في 2005، بعدنا ما بدينا العملية السياسية، في 2005 يقول كركوك لنا ونسوي حرب وياكم أنتوا يا العرب
إذا أحد يفكر يأخذ كركوت من عندنا. فالقضية من أساس منتهية. فهذه العلاقة الحالية من 2003 لحد الآن لا توجد مصلحة للعرب في الاستمرار بها. يجب أن نفكر بمعادلة جديدة. المعادلة الجديدة هي هذا الوضع الحالي اللي بانفصال الكرد بهذه الطريقة. لهم علاقاتهم، لهم سفرهم، لهم وزاراتهم، لهم ما لهم، لكن لا يتمتعوا بعد الآن بأي ميزة من الحكومة الاتحادية، لا ماليا ولا قرار في بغداد. القرار السياسي لا يمضي بدون موافقة الكرد. خلينا نروح اطرح حالك على السيد هشار اللي يبدو ولا يمكن من 2003 لحد الآن. اكو مشكلة بالصوت بيني وبين السيد علي الدبر، حاولوا معالجته. وخلوني اروح وخلوني اروح للأربي المرة الثانية. سيد هشار زيباري، هذا التعنت من قبل الطرفين، تعنت بغداد اللي توصفها اربيل واجراءاتها القاسية وحصارها اللي فرضت على كردستان، مقابل التعنت اللي موجود به الكرد وخاصة البارتي وخاصة كاك مسعود، واضح جدا انه راح يقودنا الى صدام، وخاصة اذا ما دخل موضوع كركوك ونفطها في هذا الموضوع. والان تسمع اراء واضحة جدا من بغداد انه لا تراجع، لا تراجع. الان ينتحر في بغداد السياسي الذي يتراجع خطوة ينتحر، لكن سياسي في أربيل إن تراجع خطوة فإنه سيحمي شعبه وبلده وإقليمه من كوارث. نعم، أولا تحياتي للسيد علي العلاق والأخ علي الدباغ، احتراماتي لهم. حقيقة ما أدري عيني أحمد ليش هالنظرة الدونية العلوية تنظرون إلى شعب إقليم كردستان. يعني من متابعتي ومن ملاحظتي كأنه هذا شعب قاصر. احنا مو قاصرين ترى. يتحدث علي العلاق عن الحوار. سيدي احنا دزينا وفود ومؤخرا وقبل الاستفتاء وممثلين للكل، و14 سنة نحن نتحاور على تطبيق العقد الاجتماعي اللي هو الدستور. السلطة التنفيذية مشكلة من رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، اثنين من نواب رئيس الجمهورية جوي يطالبون بحوار، الحكومة المتحدث من رئيس الوزراء يقول هذول لا يمثلون. رئيس برلمان العراق اجى يسوي مبادره لتهدئه الاوضاع، يطلع له نائبه يقول هذا ما يمثل. هاي شلون دوله؟ من هو الممثل؟ من هو الممثل؟ من هو المسؤول؟ من هو المسؤول عن الاجراءات التنفيذيه وفق الدستور؟ ما قايل يسرنا تحت الطاوله. من هو المسؤول دستوريا عن تنفيذ الاجراءات الحكوميه؟ سيد اسامه النجيفي، سيد اياد علاوي، السيد سليم الجبوري. هناك مسؤول عن تنفيذ الدستور وهو السيد حيدر العبادي. هل وصلتكم مبادرة من السيد حيدر العبادي؟ أنا 14 سنة كنت في هاي الحكومات وأفتخر أني خدمت بلدي وعلى وفق هاي الأسس، لكن هناك انحراف كبير جدا. هذا الموقف مو تعنت مسعود البارزاني، هذا موقف كل ممثلي والأحزاب الكردستانية. هذا رأي الشعب اللي ينطع. تقول لي تعنت فلان او علان او هذا حزب البارتي؟ يعني شو، صيروا شويه واقعيين ومنطقيين. بعدين هذا الموضوع خطير جدا. احنا قايلين من البدايه باب الاستفتاء لا يعني اعلان الدوله في اليوم التالي. المناطق المتنازع عليها اجرينا الاستفتاء مو لرسم الحدود في هذه المناطق. يعني ما ادري باي لغه، بالكردي نحكي وياكو ولا بالعربي الفصيح؟ ماذا نقولها علنا؟ لكن ما تريدون تفهمونها، ما تريدون تفهمون وجهه نظرنا. واثبت سياسات الحكومه انه احنا ما مرغوبين، ما تريدون عيني، ولهذا وصلنا الى هذا القرار. واضح هذا القرار. ليش كان سهل؟ واضح كان سهل علينا نتخذه؟ ما لا مو سهل. خلينا نقول هذا التساؤل سيد علي، ما نعرف دول الجوار. خلنا نقول التساؤلات هذه السيد علي العلاق، ابدا مو سهل. والجماعه يعني يعرفون الولادة عسيره ومقدرين التهديدات اللي ممكن توصلهم. هسه اذا ما عايرين للتهديدات بغداد اهميه وتهديدات الحشد الشعبي اهميه، فاكيد اعاروا اهميه لتهديدات تركيا وايران. بس الجماعه اللي تمر عليهم الانفال وحلبشه مستعدين ترى كل شيء يفوتون اذا
يعني ونعرف احنا طبيعه الشخصيه الكرديه المعانده اذا تريد تدور حقها، هاي ليش ما تخلوها بنظر الاعتبار؟ اولا الانفال وحلب اللي هي جريمه من جرائم العصر اللي ارتكبها النظام الطاغي، يقابلها يوازيها، وربما اكبر من هالجرائم اللي حصلت في شيعة العراق وفي سنة العراق المرضى. وفي النتيجة هذا ظلم عام وخسرنا فيه ملايين الأرواح الطاهرة من أبناء من كل المكونات. هذا مو موضوع بس تسمعت الآن خطاب كاكوشار. نعم. واضح جدا الإصرار لا تراجع. نعم. أنا أحترم طرحه ولكن النتيجة خلينا نبين أول جملة ملاحظات وردت في كلام سيد هشام. أول الجبهة الكردية موحدة. واضح جدا إذا كانت الجبهة الكردية موحدة فهي موحدة في الطموح القومي في تشكيل حكومة. أقصد في تشكيل دولة في يوم من الأيام. أما واضح جدا اليوم يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر أن هنالك موقف للتغيير يختلف عن موقف الإخوة في البارتي، موقف الاتحاد الوطني اللي انقسم انقسامات متعددة في اتجاه الموضوع، ومحاولات جادة لما معنى ثني كردية يعني لا قلنا مثقفين أكراد إعلاميين أكراد شكلوا جبهات لثني الإخوة في الاتحاد الحزب الديمقراطي عن هذا الموضوع ما استطاعوا. بالنتيجة مشى في الخلاف الكردي حول الموضوع وحول صحة هذا الاستفتاء في هذا الوقت. هذه قضية لا تخفى على رهانكم أحد. الجبل الكردي مو واحد رهانكم على انقسام الكرد هذا يزيد لا هذا يزيد الكرد هذا يزيد الكرد عناد. أنا يعني ما جاي راهن علي هذا الآن لعد أذن تاتو الشارع على حق من يقول لك أنتم ما تردونه لا أنا مو أنا أقول هنالك ادعاء أن هنالك إجماع كردي. أنا أقول إجماع كردي على الطموح زين. أما على الواقع ما جرى من استفتاء خلاف كردي واضح. عندنا حوارات متواصلة لأن إحنا في البرلمان وخارجه والحل آخر. ثانيا التغول الطائفي هو عن السؤال للأخ هشيار. مشكلتهم مع بغداد طائفية وقضية نفط وغاز وقضية بيشمرقة ومناطق متنازع عليها، وهم قالوا يعني في مدة قالوا نحن لا ندخل في الصراع الطائفي وإحنا ما نصير جزء من هذا الصراع وننأى بأنفسنا. فليش بعدين هذا تصير فد مبرر لخطوة مصيرية تاريخية لعزل جزء كبير من العراق وفصل عن الجسم الأم اللي هو العراق. ثانية ثالثا النظرة الدونية. أنا استغرب من ينظر نظرة دونية. يعني خلي يعطيني أخي هشيار فقرة واحدة أن هناك نظرة دونية، بل ربما بالعكس لأكون صريح أن هنالك رؤية عند كثير من السياسيين أن تعامل إخواننا الأكراد مع باقي مكونات هي نظرة تعالي، ويقولون إحنا اللي أنجزنا التغيير في العراق، إحنا اللي ساهمنا كذا، إحنا اللي كذا، إحنا اللي كتبنا الدستور، إحنا اللي أوجدنا، إحنا اللي ساهمنا في الاستقرار. خوش يشكرون كما تشكر باقي المكونات اللي ساهمنا. أما أين النظرة الدونية؟ الأمر الآخر 14 سنة حوار حول الدستور، ما هم إحنا وياكم كتبنا الدستور، فهنالك آليات للتعامل مع الدستور، التعديلات الدستورية، وجلسنا 3 سنوات سوي، وكان كثير من إخوان السيد فؤاد معصوم كان معنا في التعديلات غير من إخواننا الكل يائسوا يائسوا ليش راحوا الاستفتاء؟ جلسنا معا، فلماذا لم يتم الاستفتاء على التعديلات اللي كانت جدا مهمة في حينها؟ وكتبنا 70 تعديل، أنا كنت عضو في هذه اللجنة، والإخوان قلت لك أستاذ فؤاد كان أحد كبار القيادات المهمة في التعديلات الدستورية اللي ما أنجزناها للأسف الشديد. مسألة أن الاستفتاء ليس لرسم الحدود، وما على الاستفتاء شو نتيجته؟ نتيجة الاستفتاء معناه تعالوا نفصل جزء بالنتيجة بالتبع، هنالك خطوات ستجري، ومن هذه الخطوات اللي راح تجري بولا إذا مو اليوم بعد بكرة بعد يومين بعد سنة، وتعالوا خلينا نضع الحدود. أي ما عندكم مانع إذا هاي الحدود صارت على حدود الخط الأزرق، ما عندكم مانع، وهذا اللي جايش من الكرد. يعني يقول لك أنت ما رايدني بس أنت ما رايديهم أنت رايد كركوك ونفطها. أنا أقول لك رايديهم ونص وما عدنا خلاف مع إخواننا في كردستان، ونتمنى أن ما معنا نبدأ خطوة جديدة لإعادة. إحنا طبعاً بالمناسبة لسنا، أنا أشكل على علي الدباغ، لسنا ضد الحوار على الإطلاق. قلنا الحوار بعد الاستفتاء راح يصير بصريح العبارة بين دولتين، هذا اللي نرفضه بالحوار. أما الحوار داخل دولة واحدة التحالف الوطني ما رفضه ولا رئيس الوزراء رفضه. سووا استفتاء ما استقلوا حتى تقول بين دولتين. لا هم أعلنوا بالنتيجة. أخي العزيز الاستفتاء بالعرف الدستوري يعني انفصال. أنا سألت الوفد اللي فاوضنا قلت لهم ماذا يعني الاستفتاء لديكم، استطلاع رأي لو انفصال؟ قالوا انفصال. سيد واضح. سيد علي الدباغ احترامي للسيد هوشار زيباري، احترام للسيد علي العلاق، احترامي لكل الجدل اللي صار خلال هالشهرين 3 اللي مضت، وخاصة الجدل اللي صار بعد إجراء الاستفتاء. لكن كل اللي جاني سمعه هو حوار طرشان، حوار طرشان. من الذي يكسر هذا الجمود؟ هل بالإمكان الآن مبادرة دولية إقليمية
تقي المنطقة، تقي المنطقة، مو بس تقي الإقليم ولا تقي العراق، تقي المنطقة من كارثة قد تحل بها إذا تعنت الطرفان كل منهما بموقفه. أنا يعني أقول لأبو كريم الصديق الأخ هشار أنه نظرة الاستعلاء، أضيف نقطة، بالعكس ترى الجانب العربي هو الذي ينظر إلى الكرد أنه هي نظرة الاستعلاء، لأنه هم المعادلة، معادلة الحكم في العراق تميل كثيرا لصالح الأكراد، الكل السنة والشيعة والآخرين والتركمان والكل يشعر بأن الكفة لذاك الطرف. وهذا طبعا أمر الآن الاستفتاء بعث شيء جديد، بعث هذه الحالة اللي هذا الوضع يجب أن لا يستمر. طبعا حوار طرشان وحتى الحوار القادم إذا لم يبنى على عقد جديد، أنا أقول لك شغلة واحدة، الدستور واحدة غير كافي لحل الأزمة مع كردستان، يجب أن يكون بموازاة الدستور عقد وطني يشارك فيه الجميع، الحكومة والكتل السياسية والفاعلين السياسيين بصياغة معادلة جديدة مع الكرد. هذه العلاقة بهذه الطريقة وتمنيات الأخ علي العلاق، أقول لك أخي أبو جعفر هذه التمنيات انتهت، لم تعد تعمل. الكل يتمنى شيء وتمنياتنا الشخصية ونرتبط بعلاقات صداقة مع الجميع، لكن هذا الأمر الاستفتاء معناه الانفصال. والمناطق المتنازع عليها الأستاذ هشار من يتكلم عن المناطق المتنازع عليها يعني ما صارت، لا صارت، لأنه كركوك أخذ الأكراد سيطروا على كركوك وعلى النفط وأكو تمدد وأكو تغيير وكل الكلام هذا يدور. لكن أقول مرة أخرى حتى ينجح الحوار ونتجنب الأسوأ، ولا أحد يريد أن يذهب إلى مواجهة، ولا أحد يكون سعيد بأنه دول المنطقة تتخذ إجراءات أشد مما تتخذها بغداد، وهذا ليس يعني لا ما يوجد أحد عراقي أنه سعيد بهذا اللي القادم على الإقليم. لذلك يجب أن يكون الحوار مبني على نقطة أساسية، إلى أين ذاهبون نحن مع الإقليم؟ الإقليم شنو؟ نحن نرجع إلى هذه الطريقة؟ ما راح يرجع الإقليم بهذه الطريقة. 2003 لحد الآن ما قدرت الحكومة أن تغير أي شيء في الإقليم ولا تغير سياسات الإقليم، ما قدرت تأخذ منفذ حدودي واحد إلى سيطرة، ما قدرت تمنع تهريب نفط، ما قدرت تمنع تصدير نفط. وتصرف الكرد وإجراءهم للاستفتاء سيمنح الحكومة أن تمارس صلاحيات اللي فقدتها طيلة 14 سنة. لابد للحوار أن يكون على نقطة، صحيح، لكن الآن معادلة جديدة، المعادلة الجديدة أنت هذا الوضع اللي كنت عليه تبقى كما أنت عليه مع عدم الاستفادة من أي امتياز للدولة. الدولة الاتحادية يكفي، يقول لك هاي الدولة الاتحادية الآن أنت عندك هذا يصاغ إلى معادلة. المعادلة شلون؟ معادلة يبتدعها السياسيون، ومو صعب إيجاد حل. وبقية المناطق المتنازعة طبعا هذا مرة أخرى أقول عن كركوك التي هي ممكن أن تفجر الحرب، كركوك يمكن أن تفجر الحرب، نعم مش الانفصال يفجر الحرب، لا كركوك يمكن أن تفجر الحرب، لأنه لا يمكن للإقليم أن يأخذ كركوك بهذه الطريقة التي أخذت بها، ولن يستمر هذا الوضع. فالنصيحة لإخواننا في الإقليم أن يتجنبوا الأسوأ. الأسوأ وين؟ الأسوأ أنه أكو معادلة يجب أن تبدأ بحوار صحيح، وأن يمنع هذا الحقن الإعلامي اللي يبعث على الكراهية الآن اللي يطلع من الطرفين. يجب أن نوقف العقلاء، يجب أن يوقفوا، لأنه لا توجد مصلحة فيه. لا توجد مصلحة أنه الآن الكل يتحدث والكل يرمي بتهم لا حدود لها ويصف الآخر بوصف لم نتعود. واضح، خليك ويا سيد علي، خلينا نروح الأربيل. خلاصة الأمر يجب أن يفهم الكرد بأن الاستفتاء لا يرتب أثرا على بغداد، ومن يجلسوا للحوار هذا شيء ثاني. الاستفتاء شيء ديكور كان. سيد هشار زيباري، على شنو مراهنين ومواقف الدول الإقليمية تزداد تصلبا يوم بعد يوم، وواضح جدا إصرارهم، وقد يكون أردوغان وروحاني قريبا في بغداد من أجل التنسيق سوية مع بغداد لمنع قيام هذه الدولة. على شنو مراهنين؟ وين رايحين؟ وين ماخذين شعبنا الكردي؟ وين ماخذيه لأي مغامرة؟ بس إذا تنطيني مجال حتى أجاوبك، ماكو ما يصير هيك. تفضل خذ راحتك. ما يصير هيك عيني أحمد. تفضل. تنطيني فرصة كافية. لك 33% مو 17. كل ده يسأل أسئلة وحضرتك ده تطرح أسئلة
لا حبيبي، على الأقل نأخذ حصتنا العادلة. 33 لي. يعني من 14 سنة والدستور يقول إقليم كردستان، هذا الدستور أقر بي. هسه تجيبوا لي الشمال العراق أو الشمال العراقي، يعني هكذا اتفقنا؟ زين. هكذا. من طرح هذا؟ يعني ما هكذا يا أخ أحمد، حقيقة تورد الأمل. زين. حتى نكون واضحين، لما نحكي عن تمدد الطائفي، حقيقة هو خوفنا. احنا متفقين، والسيد العلاق يعرف اذا نقرا الدستور في لائحة الحقوق والمبادئ، يعني هاي دولة مدنية اساسا، حتى بكلام المرجعية الرشيدة. تريدون تحولوها الى دولة مذهبية، احنا ما نقبل. عيني، احنا مو مذهبكم. من اراد؟ احنا عندنا مذهب اخر. عندنا قيم سياسية أخرى ربما نختلف فيها، نتشارك في الكثير، لكن فلذلك عندنا خوف. اثنين، والله الكرد ما قدموا شيء، بس أخذوا من العراق. لا، الكرد قدموا الكثير. الكرد كانوا مستقلين وجوي، التزموا بالعراق الفيدرالي الجديد الديمقراطي اللي ردنا نبنيه. بس وين انتهينا؟ وين انتهينا؟ يعني خلي نسوي جردة بما حققناه ووين وصلنا. البيشمركة كانت تقاتل في شوارع بغداد ضد الإرهابيين، لما العنف الطائفي كان دم واصل بالركب. في الفلوجة ضد القاعدة قبل ما تتشكل أي قوات أو مسائل أخرى. اثنين، الكرد هم اللي دعموا النظام السياسي، هم اللي دعموا التحالف الوطني في كل هاي الفترة. نتيجتها تنقلبون علينا؟ نتيجتها يعني احنا عندنا اخطاء. نتيجتها تقيلون وزير الماليه ويصبح المروج الاول والمخطط الاول لانفصال كردستان. حتى نكون منصفين يعني توزيع المسؤوليه الاكبر على بغداد، ترى لان بيدهم السلطه والثروه والقرار وكل شيء يريدون يمرروا بالاغلبيه. زين، أغلبية سياسية وأغلبية شيعية، دي الله. احنا دائما راح نبقى أقلية، احنا والسنة والآخرين. ليش كاكوشار الآن المنظر؟ عفوا كاكوشار الآن المنظر من أشوف ما حصل في 25 أيلول هو نقطة تحول في التاريخ السياسي العراقي. نقطة تحول سياسي على السياسيين العراقيين العقلاء أمثال السيد العلاق والعبادي انه يدرسون هذا الموضوع زين. وخلي نتفاهم، ترى العواقب اللي تجي بعدين، احنا مو مع المواجهه، احنا مو مع استخدام العنف. واثبتنا الاخ علي الدباغ وغيرهم اللي كانوا يراهنون بمشاكل في كركوك وعنف واستخدام والى اخره، مشت العمليه بشكل سلمي وبمشاركه. ترى مو بس الكرد فقط صوتوا، عشائر عربية صوتوا في هذا الاستفتاء، التركمان صوتوا، المسيحيين صوتوا، الأزيديين صوتوا. لازم تحترمون هذه الإرادة. تعالوا بجرة قلم، والله هذا الشيء اللي صار ما نقبله. مو استعلاء هذا، مو عدم احترام لرأي هذول الناس. واضح. زين، من ايش قد؟ من ايش قد نقول اللغة العربية والكردية اللغة الرسمية؟ هسه بعد 14 سنة شبكة الإعلام العراقية تجي تسوي لي نشر أخبار بالكردي؟ هذا الدستور، هذا العراق اللي اتفقنا عليه؟ واضح. أنا كنت متفائل قبل خطاب كاكوشيار اليوم، يعني أكو معطيات عندي خلتني أتفائل من الأزمة، لكن بعد خطاب كاكوشيار اليوم وهذا التصعيد الواضح والإصرار على الموقف مع إصرار الحكومة، يبدو الأزمة سيد علي رايحة. يعني التراجع اللي تنتظره من أربيل بناء على خطاب كاكوشيار لا تنتظروا. هو هذا المؤسف، يعني احنا كنا نتوقع ان الاخوه بعد ما اجروا استفتاء ان يعتبروا فد، ربما يعني احنا اخوه تدري بالاساس ضد ان يجروا اصل استفتاء وضد نتائج الاستفتاء. هذه قضيه خنتبتها تاريخيه، مثل ما الاخ هشار يقول ان هنالك تحول تاريخي الان وحصل ويجب الاعتراف به والعمل فيما بعده. احنا بنقول هذا التحول التاريخي من وجهه نظرنا خطر كبير ماحق يهدد العراق والمنطقة، وأيضا بالنسبة أن لن نسمح بأي لون من ألوان التجزئة والتقسيم اللي تهدد شعبنا في كردستان.
وتهدد شعبنا في العراق والمنطقة، وتلاحظون هذه الانفعالات اللي بالمنطقة أكثر انفعالات العراق، تصريحات أردوغان وغيرها أقوى بكثير من تصريح. وإحنا أطمئن السيد هشار وأن في كردستان أي تصعيد عسكري ما عندنا، وإنما كل ما يجري هو إعادة من رسم من السياسة الاتحادية. لا منتجين على أردوغان، منتجين على روحاني، يقول منتجين. لا 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 ما منتجين، ما عندكم مانع أنه قوات، لا لا ما عندكم مانع أنه قوات لا ما منتجين أجنبية تدخل وتسقط خيار الكرد، ما عندكم مانع. ما نريد، لا لا لا، احنا لا نسمح لقوات أجنبية لا لتركية ولا لإيرانية ولا لأمريكية أن تسقط الإخوان في كردستان، هذا شعبنا واحنا معنيين بالدفاع عنه. اليوم المجلس الوزاري للامن الوطني طلب من تركيا وطلب من ايران ان تغلق اجواءها، اغلاق الحدود شيء والتدخل العسكري شيء اخر. التدخل العسكري ما راح يكون شنو يضمن لا، وانما تعاون بين بلدين. اذا الكرد استمروا بهذا الموقف عزيزي، ما تطلبون التعاون بين العراق وتركيا وايران وسوريا واي دوله اخرى حدوديه معنا، لان نمسك الحدود بشكل مشترك. هذا تعاون ربي سياسة واقتصاد، وربما جزء من عنده أمن، ولكن هذا لا يعني هو تمدد لأمني ضد الإخوان. ثانيا استعلاء، ليش من سوينا استفتاء رفضتوا هذا الاستعلاء منكم؟ ما هو الكلام الصاني، هو الكلام أنه هذا الاستفتاء باطل من وجهة نظرنا دستوريا، باطل لتداعياته الخطيرة، قراءتنا المستقبلية أن هنالك مخاطر كبيرة تهدد المنطقة، لذلك هذا مو استعلاء. عندكم وجهة نظر، عندنا وجهة نظر مقابلة. لأن ما أدرتوا الأزمة في بغداد قبل الاستفتاء بالطريقة التي تستحقها. هسه نجيها. ما أدرتوا الأزمة قبل الاستفتاء. أنتم دفعتم الكرد إلى الاستفتاء، وأنتم من تدفعون الكرد الآن إلى الانفصال. بالعكس، البعض يتهمنا يقول أنتم في التحالف الوطني في الحكومة، الحكومات المتعاقبة سكتتم عن مثلاً عن أن تصلوا إلى المناطق الحدودية والمطارات وغيرها، والآن تدفعون ضريبة. أنا أقول متى أردنا تحويل العراق إلى دولة مذهبية؟ هذا سؤال غريب. يعني الأخ أستاذ هشار يقول تحولوها، ويعزف على القضية الطائفية السنية. الآن لأول مرة أسمع أخ كردي سياسي معتق في العراق يطرح القضية قضية طائفية سنية، ويحاول أن ينضم ويعني يتبنى هذه القضية وكأنها قضية طائفية. القضية خلافات موجودة سياسية صرف، لا بعد. يعني أي خلاف لنا مع الأخوة الكرد وخلاف سياسي، أي خلاف لنا مع إخواننا السنة، أي مكون آخر وخلاف سياسي واضح في بناء الدولة العراقية ونظام السياسي، أي طائفية وأي مذهبية ما عندنا في هذا الاتجاه. واضح. سيد علي الدباغ، الحل تشوفه برأيك بعد ما سمعت لها وجهات النظر هاي وانت مراقب الأزمة، هل سيكون حل عراقي أم إقليمي أم دولي؟ والله يجب أن يتجنب الجميع أي حلول غير عراقية، لأنه جندات مختلفة ومتضاربة. ومثل أنا أيد ما أنه الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إيران وتركيا قد تكون أشد من بغداد على الإقليم، وعلى الإقليم أن يعيد حساباته. الحقيقة لا يوجد هذا العداء. يعني أرجو أن يعني من الأخ هشار أنا أسمع نغمة جديدة من عنده بأنه بهاي النغمة الحدة. وبعدين هاي السياسات اللي اتبعت واللي يشتكي منها، واحدة منها يعني شبكة الإعلام، هذه السياسات الشيعة هم رافضيها. يعني سياسات الحكومة السابقة حكومة المالكي، سياسات اللي كانت تجاه الجميع، تجاه الشيعة، ليش تجاه الكرد؟ تجاه الشيعة كانت مرفوضة، سياسات لم تبني بلدا ولم تبني نظاما. وهذا لا يعني انه هو هذا التبرير غير مقنع ابو كريم، هذا التبرير غير مقنع، لانه الاساس الانفصال. انتم تقدرون تنفصلون، تقدرون تواجهون هذا الموقف الاقليمي بالانفصال، دولة معزولة، المحيط مالتها محيط غير صديق. أنا أقول لك أنه من قال للكرد أو من وشوش بإذن الكرد بأن الموقف الدولي ممكن أن يتفكك، يمكن صحيح موقف الأوروبي والموقف الأمريكي ممكن أن يتفكك، لكن الموقف الإقليمي موقف ما عاد أنه يشترى ببوب نفوض أو يشترى بمصالح اقتصادية، لأنه أمن قومي. أردوغان يتحدث عن أمن قومي تركي، ويزيد من نغمة خطاباته ومن حدة خطاباته يزيدها بطريقة أنتم كنت تقدروها. وهذا الموقف أنت من تتحدث عن بغداد وسياسة بغداد والخنق والكذا، قد تكون السياسة الإقليمية أكثر. الحل كالتالي، الحل هو الحوار، لكن مبني على نقاط، مبني على نقاط معينة. أنتم تقبلوا بهذا الوضع أن تفك بغداد ارتباطها المالي وارتباطها السياسي، ممكن أن تتعايش، ممكن أن تعيش هذه الدولة بوسط هذا المحيط المعادي، المحيط اللي ترفض تركيا وترفض إيران. الآن مطلوب من العقلاء في بغداد، من السيد العبادي اللي يقود
هاي المبادرات اللي تطلع من السيد الجبوري أو من أسامة الجيفي ومن عياد علاوي، هاي مبادرات ما محسوبة، ما شاوروا الحكومة، من يروحون يتحدثون ويريدون يفرضون، مثل ما الإقليم يسوي استفتاء ويريد يفرضه على آخرين، يروح يتحدث بدون أن ينسق مع الحكومة، لا طبعا ما يقبل، ما لأكو سياسي يقبل، تعال نسق مع الحكومة مع العبادي وروح للإقليم تحدث بما تشاء، بما تشاء من رؤية متفق عليها. أما تروح أنت تتحدث بشيء وتريد تطلع مبادرة، المبادرة يجب أن تجس النبض الآخرين، والحكومة هي الموجودة الطرف المهم، الحكومة ما تشاور الحكومة تريد تفرض عليها، لكم مصالحكم مع السياسيين، لكم الآن مصالح جديدة مع مكون جديد تريدون تسوون، لكن هذا الأمر لن يمضي. يعني لا تتصور أنه غير القبول وغير معادلة مقبولة من كل الأطراف أن نجلس سوية ننشئ معادلة. مرة أخرى أؤكد، الدستور وحده غير كافي، يجب أن يكون هناك حواراً مفتوحاً من أجل مصلحة. يا أخي إذا ما قادرين نتعايش، إذا ما قادرين نتعايش، ما معقولة أنت تجي تسيطر. منو قال لك أنه بغداد الحكومة الشيعية؟ لا والله الحكومة أنا أشوفها كردية. واضح سيد علي. لأنه لا يستطيعون الشيعة، وأنت تدري حكومة المالكي يعني، وخلينا نروح كان الأكراد إذا ما يوافقون بمجلس المزراء على أمر لا يمضي ولا يمشي. خلينا نروح لأربي المرة الثانية. إلا ما شغلات. ما صارت سيد هوشار زيباري أغلبية، ولم تتخذ ذيك الأغلبية. سيد هوشار زيباري، واضح أنه من إصراركم على استخدام نغمة أنه بغداد الطائفية وبغداد الدينية، واضح هو استماله للمكون الآخر، المكون السني، وواضح لأن نفس نغمته، نفس نغمة المكون السني في الفترة الماضية، واضح أنه استماله لمواقف لدول إقليمية عربية. لكن اللي سمعناه الآن من السيد علي الدباغ أنه لا قبالة لكم ولا لهذه الدول الإقليمية اللي جاي تناغوها بهذا الخطاب أمام تركيا وإيران. طيب إذا هم تنطيني مجال، يعني جايب متحدثين وحضرتك ثلاثة على واحد، مو معقولة يعني. أنا ما لي علاقة، ما بيها عدالة إطلاقا حتى. أمانة ده يصير خلط للأوراق وتصفيت كلام وحكي، يعني ما هكذا يعني، لا سياسة ولا المواقف. بابا احنا مو طائفي، احنا مو ضد الشيعة، الشيعة أهلنا وحبايبنا ومرجعيتهم محترمة. احنا ده نحكي على سلوكيات حكومة، على سلوكيات نظام. الشيعة متأثرين منه، الكرد متأثرين، والسنة اليوم لمعلوماتك الأمم المتحدة الموجودة ببغداد طلعت تقرير قبل ما أجي قريته، يقول من 2014 إلى الآن 5,400,000 سني مهجر. زين، هاي مو مشكلة؟ شو نسميها؟ هاي مشكلة حقيقية. 5,400,000 هذا تقييمهم، مو تقييمي. لذلك البلد عنده مشاكل بنيوية، مو بس ويانا حقيقة. فلذلك نبرتنا ما مختلفة، نبرتنا ترى للسلام، للحوار، للوصول إلى حلول. عندنا مشكلة حاليا، إذا نهرب من المشكلة ما نريد نعالجها، ما نريد نبحث حلول، ما نبحث عن أطراف جيدة عراقية تحاول أن تتوسط في حلحلة الأزمة، ما راح نوصل لنتيجة. فلذلك هذا الرفض لما قام به الدكتور عياد وأستاذ أسامة ورئيس البرلمان سليم الجبوري، فشي زين احنا أيدناه ونأيد. ولمعلوماتك ترى حتى ويا الحكومة، سواء يدري السيد علي العلاق أو لا، عدنا اتصالات وعدنا علاقات وعدنا تواصل. يعني ربما مو عن طريقها، ولكن عن قيادات مهمة أخرى. لعد ليش مدوخين مع إيران؟ عدنا تواصل وحوار مع تركيا. لعد ليش مدوخين العالم إذا متواصلين بيناتهم؟ يعني سيد هوشار، ليش العراقيين دايخين كردهم وعربهم وسنتهم وشيعتهم؟ ليش مدوخين العالم إذا بيناتكم اتصال وتوالف ومسامر تال الليل؟ بسبب هذا التهريج أو التهويش الإعلامي اللي تسويه الفضائيات، بسبب هذا التهريج الإعلامي والحقد والشحن اللي تسووه. زين، على شنو اتفقتوا إذا بيناتكم تواصل؟ على شنو اتفقتوا؟ جيد، هاي أخبار طيبة. بابا اتفقنا على أساس نتحاور نقعد،
حددتوا موعد؟ دا نقول مسألة كركوك أخونا علي الدباغ يقول منتهية وراح تصير حرب ومواجهة. بابا احنا ما نريد حرب، ليش نصير حرب؟ احنا ما راح نبدأ بالحرب. زين؟ إذا اعتدوا علينا ندافع عليه، بس احنا ما راح نكون البادين إطلاقاً. والسيد رئيس الوزراء كان واضح في تصريحاته. لا أستاذ هشام، إذا الكرد ياخذوها بهالطريقة، أنا قلت لا لا تغير كلامي، لا لا أرجوك، أنا قلت إذا الكرد، لا إذا الكرد ياخذون كركوك بهذه الطريقة اللي يريد يسووها كردية، كركوك لها حل. عذراً سيد علي الدباغ، عنده مادة 140، عنده ثلاث مراحل تطبيع إحصاء استفتاء، ليش ما سوتها الحكومة؟ جيد سيد علي العلاق، ليش ما سويتوا التعداد السكاني؟ يفاجئني الآن سيد هشام زيباري يقول لي إنه أكو تواصل، أكو تواصل، أكو اتفاق، ويسأل أسئلة منطقية. إحنا في أزمة كبيرة، شخصية بثقل رئيس مجلس النواب يروح ويناقش، شخصية بمستوى سيد أسامة النجيف في نائب رئيس الجمهورية ويروح ويطرح مبادرات، شخصية بثقل سيد إياد علاوي. انتوا رايدين الحروب؟ لا رايدين الحروب بمن متقوين؟ ابدا انا خلاص، ليش هاي الشخصيات الثقيله اللي رايحه تريد تلقى منفذ؟ ليش ترفضوها؟ ليش تسمحون للاصوات النشاز العاليه اللي عايشه على ريحه الدم هي اللي تتصدى؟ بدءا انفي نفيا قاطعا اي توجه لعسكره الموقف وخوض صراع داخل العراق بين مكونات الشعب العراقي، وكل ما يجري الان هو عمليه تحكيم للنظام السياسي وفق الدستور. آلياته نبحث بها. القضية السياسية، الإخوة السياسيون اللي ذهبوا إلى كردستان، وإحنا عرضنا ذهبوا بعناوينهم السياسية، ولم تفضلت أنت، لم ينسقوا مع الحكومة، ومبادراتهم شخصية ولم نطلع عليها. لا سيد سليم، النقطة الأساسية المهمة اللي أشار لها سيد هشام زيباري إنه أكو تواصل مع الحكومة، وبالذات أشار لك إنه السيد علي العلاق خاف ما تعرف ترى أكو تواصل مع الحكومة. أنا قلت وراح نقعد هيجي. أنا قلت لك أن التواصل أخوي، والسيد رئيس الوزراء عندما يصير اتصال بينه وبين الأخ مسعود يقول له يا أخ مسعود وين البوصلة؟ وين رايحين؟ وين تودونه؟ لماذا أدخلتم العراق في هذا الماضي؟ تعالوا خلنا نعيد النظر. هذا حديثي يحصل، هذا طبيعي، اتصالات هاتفية تصير كذا مع قيادات كردية أخرى، مع قيادات عراقية لخارج الوزراء. إيه، ومن يروح السيد، ومن يروح السيد سليم الجبوري، ومن يروح الدكتور إياد علاوي، ومن يروح السيد أسامة تخونوهم وطعنونا في ظهرنا وتليفونات مسامر تالي الليل ويا كاك مسعود. نتحدث عن حقائق، أنهم لم يذهبوا بمبادرة وطنية متفق عن، ما نعرف، لا الأخ سليم الجبوري خبرنا ماذا يريد، ولا الأخ إياد، ولا الأخ أسامة قالوا تعالوا خلنا نتحدث، هذه فدعنا رسائل نوصلها. ذهبوا فجأة وانكشف انهم موجودين مع الاخ مسعود برزاني في كردستان. قضيه الخمسة مليون تقريبا ممتحده، يعني غريب ان الاخ لا، بس بسرعه اولا هذه قضيه داعش، يعني لماذا لا يطرح الاخ هشام ان هذا الخمس مليون يعني احنا هجرناهم؟ يعني الحكومه بالسياسات الطائفيه انه هذا قتال داعش دمر العراق، وسياسات ربما قيادات سياسيه من هذه تلك المحافظات. الاهم الاهم انه في ظل هذه الازمه من يكون اتصال هاتفي وتواصل بين السيد حيدر العبادي والسيد مسعود برزاني وحكي بالازمه قبل الاستفتاء وبعد الاستفتاء؟ هذا جسر تواصل. لا سؤال، جسر تواصل يعني معناها اني امام الجمهور ما اقدر اروح لك واصعد لك الطياره يا كاك مسعود، لان انا راح اسقط امام جمهوري، احكي وياك بالليل وانسق وياك بالليل. ليش ما رجل الدوله يحكي بالتليفون بالليل ويا كاك مسعود؟ ورجل الدولة نفسه لازم يركب طيارته ويروح الكاك مسعود وينقذ العراق وينقذ كردستان ايضا من مجزرة. انا ولا ما مطلع انه اتصالات مثل ما تفضل، ربما كوش اشخاص ياتون يتحدثون يمين يسار ينقلون السيد الوزراء، السيد الوزراء يوصل رسائل. هسه قضيه الكلام، هل ان ما يجري هو اتفاق على يعني حل الازمه بين الحكومه وبين الاخوه في كردستان تحت الطاوله من حيث لا نشعر؟ هذا ما موجود. رئيس الوزراء صريح وواضح وشفاف وقال الحل يكمن عبر حوار بعد إلغاء الاستفتاء والإعلان عن الإلغاء، ونجلس لمعالجة كل المشاكل حوار وطني شامل. هل هو طلب معقول؟ هل هو طلب معقول وعقلاني؟ عقلاني الآن يطلع كاك مسعود يلغي الاستفتاء؟ وليش أجراه؟ وليش ورط نفسه وأجراه بعدين؟ أتورط أنتوا أخوكم وشريكم وتورط. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نبحث عن سيناريوهات للتراجع إذا كان هو الأخ هشام ما يعطينا مجال يقول ما تراجع. زين، ولكن الختام وياك سيد علي الدباغ، العفو، عندي دقيقة ونص. عفو، تفضل سيد علي الدباغ. أحمد،
اعطيني الكلمه الاخيره. تفضل لك الكلمه الاخيره. اعطيني الكلمه الاخيره عزيزي. انا لم اقل انه حرب، كل العراقيين ضد الحرب مع الاقليم، ولن تنشا حرب من الجانب العربي من الجانب الشيعي من الجانب السني، جربنا حروب ولا توجد حرب. كركوك كرديه وكركوك تركمانيه وكركوك عربيه، من تريد تاخذها كلها تسويها كرديه، هذا الامر راح يسبب لك ازمه. هذا لغم سابقا قلناه ولا نقوله، لغم كبير بوجهك راح ينفجر، وينفجر من سكانها، لان ما يقبل ماكو انت ما تقبل انه يجي واحد يصادر كل اللي عندك. وانت هذا كركوك لها حل، الامم المتحده ايام دمستوره كان منطي مشروع، المشروع ما قبله بوقتها المالكي. كركوك يجب ان يصار الى اقليم منفصل عن الاقليم، وثم فيه ادارات محليه للتركمان وللعرب وللكرد، ولهم في مجلس الاقليم مقاعد متساويه وصوت متساوي. هذا الحل لكركوك حتى تتجنب الحرب. اما عندما تقول في كردستان كركوك اخذناها بالدم او الحدود الاقليم رسمناها بالدم ولا نسامح بها، هذا هو اعلان الحرب. اما اؤكد لك لا يضمر اي طرف فردا، انا ما اتكلم عن الحكومه، لكن فرد كفرد عراقي كمواطن عراقي لا يضمر اي نوايا تجاه الاقليم في الحرب. حتى لو انفصل الاقليم ما حد راح يحارب الحرب، خليها على جنب، لكن انتم الان جزء من عندنا. انا الكلمه الاخيره اقول كردستان والاخوه الاكراد جزء من هذا الوطن وجزء من هذا البلد، شاركنا بالدم. ليس صحيح الان انه انت تسوي شغله وتريد تفرضها على المنطقه وعلى العالم وعلى بغداد، وهذا اللي قرر فلازم انتم تقبلوه. سيد علي الدباغ خلينا بس حتى لا يزعل عليك كوشار، انطي 30 ثانيه للتعبير عن الموقف النهائي للكرد في هذه الازمه. أولا شكرا أخ أحمد، إحنا مع الحوار ومع معالجة المشاكل، يعني بأجندة مفتوحة بدون شروط مسبقة وبتوقيتات زمنية لمعالجة هذا الموضوع، هذه الأزمة. ولن تلغي الاستفتاء مهما حصل، يعني كردستان راح تكون العمق الاستراتيجي لبغداد، وبغداد راح تكون العمق الاستراتيجي لكردستان، وما يربطنا هو الكثير وأكثر مما يفرقنا، حتى تكون الرسالة واضحة وصريحة. بس الحوار ثم الحوار ثم الحوار. شكرا لك سيد هشام زبار القيادي في الديمقراط الكردستاني، شكرا لك سيد على العلاقة القيادي في حزب الدعوة والنائب عن ائتلاف دولة القانون، وشكرا للدكتور علي الدباغ السياسي العراقي المستقل، وأشكر كل المهنئين لبرنامج بالحرف الواحد بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاقه من على قناة الشرقية نيوز. شكرا لكم، نشوفكم باكر إن شاء الله.